السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. صدق رسول الله. وعلى ما يبدو أن الناس في زمننا هذا لم يسمعوا بهذا الحديث أو لم يدركوا مغزاه، وهو إن كان مهما في السابق نحن الآن بحاجة له، وهو الأكثر أهمية. دوائر العلاقات باتت تتسع من علاقات اختيارية إلى علاقات إجبارية. الزوجية علاقة، والجيرة علاقة، والقربة علاقة، والعمل علاقة، والدراسة علاقة، وكل هذا الذي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي فرض علينا شئنا أم أبينا علاقة، كلها علاقات، وكلها تحتاج أول ما تحتاج إلى حسن الخلق. إن هذه الدوائر من العلاقات تؤثر فينا ونؤثر فيها بشكل من الأشكال، ولكن المرفوض هذا الذي نراه من توتر في العلاقات، من تناحر، من إساءة، هذه الأمور أصبحت مرفوضة لأنها لا تؤتي إلا الثمار الفجة المرة والتي تنعكس على الحياة انعكاسات سلبية وخطيرة بتنا نتلمسها في كل يوم. من المستحيل أن أتفق معك تماما، ومن المستحيل أن تتشابه وجهات النظر وتتطابق تماما. إن سمعتني هذا لا يعني أنك وافقت على رأيي، وإن جادلتك هذا لا يعني أني أكرهك، إن خالفتك في الرأي هذا لا يعني أني أتقصدك، إن أمسكت لي صغيرة فهذا لا يعني أنني سيء. أنا وأنت جزء من هذه الحياة. تلمس الجوانب المشرقة في حديثي معك، في سلوكي معك، وإذا غلبت حسناتي سيئاتي فأنا شخص جيد. لو تعاملنا مع بعض بهذه الروح كثير من الأمور اختلفت. إن من أبرز الأخلاق التي يجب أن نتوقف عندها في علاقاتنا الصبر، ولقد تعودنا أن نطرح الصبر كقيمة وكخلق في الصبر على الطاعات، في الصبر على الابتلاءات، في الصبر عن المعاصي، ونحن اليوم نحتاج أن نطرح الصبر في العلاقات ومع العلاقات. الحياة الاجتماعية بطبيعتها تحدث احتكاكات، توترات، يظهر فيها اختلاف الاهتمامات، الميول، الظروف. وبغض النظر عن مستوى العلاقة، هل هي علاقة سطحية، علاقة عابرة، علاقة أخوية، علاقة عامرة، بغض النظر فإنها تحتاج إلى قدر كبير من سعة الصدر والتحمل حتى تؤتي ثمارها. نحن نسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم له عند الله من الدرجات ما لغيره. ما معنى يصبر على أذاهم؟ يصبر على أذاهم يعني يتحملهم. هذه الكلمة يتحملها، هذا السلوك، هذه ردة الفعل، هذا نوع من الأذى. إن كان فعلا هذا الأمر يؤذيني فاحتمالي له هو طاعة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة، هذه العلاقات، بهذه المستجدات، بهذه الظروف تحتاج أن يسعى الواحد من الآخر، لأن عدم السعة ومطالبة كل واحد منا بحقوقه حتى آخر قطرة جعلتنا نسمع ما نسمع ونرى ما نرى من اعتداءات، من تجريح، من إساءات،
سواء مباشرة أو غير مباشرة من خلال مواقع التواصل، النزق والعجلة والتعجل وضعف التحمل لا يؤتي أي ثمرة طيبة، إنما السوء ولا شيء غير السوء. يقول علي بن أبي طالب: ليس حسن الجوار بكف الأذى، ولكن حسن الجوار بصبرك على الأذى. أن تصبر إن كان هذا جار أو أخ أو صديق أو حبيب، هذا هو حسن الجوار. ولكل واحد منا في حياته سقطة، لكل واحد منا في حياته انفعالات، لكل واحد منا في حياته إساءة للآخرين، لسنا منزهين. فإن لم نحتمل بعضنا بعضا ضاعت هذه العلاقات، وبتنا نغيرها كما نغير ملابسنا. الأمر الآخر مطلوب في هذا الزمن وعلى وجه الاستعجال، اللباقة. بتنا نفتقد اللباقة، بتنا نفتقد التجمل لبعضنا بعضا. يضن الناس على بعضهم حتى بالسلام وإلقاء التحية، يتبادلون الألفاظ التي لا تليق مزاحا أو قصدا. لا يحتمل الواحد من الآخر أن يصطدم به ولو عفوا، بل لا يحتمل السائق ممن خلفه أن يطلق له الزامور. الحياة تحتاج إلى لباقة مع الصبر. بادئ الناس بالسلام، اسألهم عن أحوالهم، عن حال مريضهم، لاطفهم إن كنت تعرف بعض اهتماماتهم، اسألهم عنها وإن كان تحببا، لن ينسوا هذا أبدا. ليكن في حديثك ما يدعو للبشر. الله سبحانه وتعالى بشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لخديجة، بشره. البشارة في الكلام أمر طيب، لا داعي إذا جالسوني الناس فليس إلا الغم والهم والنكد. عندما تسوء الأحوال فإن أبسط الناس يستطيع أن يعدد السلبيات، عندما تتراجع المجتمعات وتتقهقر الإيجابيات أبسط إنسان يستطيع أن يعدد السلبيات، لكن الإنسان المستبشر، إنسان الإيجابي، هو الذي يضيء لك على مواطن الضوء، على المواطن الإيجابية في الحياة. أعطي الناس أملاً، ثم إن كان في حياة هذا الشخص أموراً، مسلكيات، تصرفات، عيوب تتعلق بأسرته، بأبنائه، بإخوانه، لا يحب أن تذكر، فتجاوز عن ذلك حتى وإن كنت تعلم. فليس من اللباقة أن تسأله عن أخيه الذي خرج من السجن، أو تسأله عن ابنه الذي فصل من المدرسة، ليس من اللباقة وليس من الاهتمام، لأنه أمر لا يسر. استمع أكثر مما تتكلم. في كثير من الأحيان يذهب الناس لمستشارين نفسيين أو أطباء ليتحدثوا إليهم، لأننا بتنا إن تحدث إلينا شخص عن مرضه قلنا له ونحن كذلك، قطعنا عليه طريق الشكوى. الكبار مثلا إذا باتوا يتحدثون عن آلامهم وأوجاعهم نقول لهم، وللأسف غفر الله لنا، إذا كنا نحن كذلك ونحن أصغر منكم فما بالكم أنتم؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة من هذا الرد؟ ثم الإصغاء غالبا مشاكله أقل من كثرة الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من اللباقة أيضا أن لا تكدر يوم الناس أو جلستهم بمشاكلك الشخصية والهموم التي لا تنتهي في حياتك، عندهم ما يكفيهم فلا تنقص عليهم. ثم
من الجميل أن تتلمس مواطن اهتماماتهم، شيء يحبونه، تجارة، هواية، قراءة، بحثا، تربية، صلحة مع الناس، أي شيء، أي شيء تلمسه واثني عليه، اسألهم عنه، هذا يشعرهم باهتمامك. ولا تدخل في كثير من التفاصيل إن عاتبت، فليس المهم أن تستقصي، المهم أن توصل الرسالة. إذن الصبر ضروري في علاقات هذه الأيام، والتصبر. اللباقة باتت أكيدة لأنها في خطر. ثم أمر آخر، الاقتناع بأننا مهما تشابهنا فإننا مختلفون، لابد وأن نقتنع بهذا. مهما أوتيت من الفصاحة، مهما أوتيت من الحكمة، مهما أوتيت من العلم، مهما أوتيت من خبرات الحياة، فلا بد أن تمتلك هذه القناعة، لأنها تسهل العلاقات مع الناس. نعم، نحن مختلفون مهما تشابهنا، وأيضا متشابهون وإن اختلفنا. نحن نتشابه في الأطر العريضة للحياة، لكن التفاصيل الدقيقة هي محض خلاف. ولئن كانت كذلك في السابق هي اليوم أكثر ظهورا. لماذا؟ لأن خيارات الحياة بالنسبة للناس أصبحت كثيرة ومفتوحة، ولذلك صارت الآراء أيضا كثيرة. هنالك من كل شيء في الحياة أنواع، والناس باتت تتقلب في اختياراتها. نعم، نحن نعيش في عالم أكثر تنوعا، وهذا الأمر يؤثر على قناعات الناس، يؤثر على اختياراتهم، يؤثر على وجهات نظرهم. لذلك لابد أن نسلم أن هذا الأمر أصبح عاديا. أنا لا أقول أن نقبل بالأخطاء أبداً، ولكن نستوعب ما نحن فيه حتى لا نخسر الأشخاص. وتأكد أنه في كل شخص تعرفه هناك شخص آخر لا تعرفه. أنفسنا أحياناً يخرج منها شيء نتفاجأ به لا نعرفه، فكيف بالناس؟ ضع هذه القاعدة أمامك، في كل شخص تعرفه شخص آخر لا تعرفه، حتى لا تتفاجأ. وأيضا لا ترفع التوقعات من الناس، يعني سقف التوقعات. إن كنت متوقع من الناس مؤازرة، تأييد، موافقة، عون في أشياء، في مجالات في حياتك، لا ترفعها، لأن الاصطدام مع الواقع أحياناً يؤدي إلى قطع للعلاقات إذا كنت تتوقع شيء والناس لم يأتوا بما توقعت. وهذا مع الجميع، لا ترفع سقف التوقعات. أمر آخر، إذا أقررنا أننا مختلفون لابد من أمر آخر، أن نقدر هؤلاء الناس. تقدير سلوك حضاري جميل، بل هو مطلب إنساني قديم. كل إنسان وكأنه يقول لك قدرني، الصغير والكبير. والتقدير حق للآخر عندك بغض النظر عن اسمه، بغض النظر عن موقعه في الحياة، بغض النظر عن وصفه الوظيفي، بغض النظر. وانظر إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: صغير المسلمين عند الله كبير. له الاحترام. إذن التقدير واجب وليس اختيار،
من التقدير أن تثني على أعماله مهما كان هذا العمل صغيراً، اثني عليه، أنت بالثناء قد تصنع يوم أحد. أن تتقدم له بالشكر على عمل قام به، وأحياناً لا يكون هذا العمل لك، وإنما تشكر له أن قام بمساعدة فلان، تشكر له أن صبر على قلة أدب فلان، تشكر له هذا الأمر، هذا نوع من التقدير. ثم في هذا الزمن نرى عدم احترام للكبير، سواء كان من داخل الأسرة أو من خارج الأسرة، لا احترام للكبير، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث للصغار وللشباب: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم إنزال الناس منازلهم. هذه سفانة بنت حاتم الطائي لما وقعت في الأسر ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم أن والدها كان يفك العاني، يطعم الفقير، يعين المسكين، ويعفو عن الجاني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه أخلاق المؤمنين، وعفى عنها. فما كان من سفانة إلا أن استأذنته أن تدعو له، فقالت: يا رب لا تجعل له عند لئيم حاجة، وقالت: يا رب إن سلب قومك من نعمة أن يكون استرداد هذه النعمة على يدك. انظر لهذا الدعاء الجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا عزيز قوم ذل. لماذا تذل؟ ما الذي تستفيد من هذا الإذلال؟ إذن الإكرام، وبالذات لكبير السن، وبالذات لمن ذل بعد عز. واحذر من الاستهزاء بأي شكل من أشكاله، كلمة أو لمزا أو همزا. الله سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. اللمز قد يكون بالعين، قد يكون بإشارة من إشاراتك تشير إلى أنك تسخر من هذا الإنسان أو من هذا الإنسان. والصغير لا تنسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصافح ويسلم على الصغار في طرقاته، بل إن جارية صغيرة أخذت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المرات وطافت به في المدينة. الصغار لهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم شأن، ولذلك كان يقدر كل ما يفعلون ويثني عليه. وإن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذاك الفتى الذي فقد عصفوره لشأن كبير، حتى أن العلماء استخرجوا من هذا الحديث 40 فائدة، في معظمها تركز على العلاقات، على الناس. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لقد واساه عند فقده، عندما علم أنه مات. أما الخادم إن وجد، وحتى إن لم يكن خادماً، فئات من الناس تقوم بأعمال بسيطة في حياتنا لكن لها الأثر الكبير، تحتاج منا إلى التقدير والثناء الجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصنا أن لا نقول خادمي وخادمتي أو عبدي وأمتي، إنما تقول فتاي وفتاتي. هذا أقرب للنفس، أقرب لك وأقرب لهم. ولا تنسى وأنت تسعى للباقة أن تتذكر أن الأشياء
مستويات، وأن الأناقة كما هي في الملبس هي أيضا في السلوك وفي الكلمات. نعم، الأناقة أعلى درجات الترتيب، وقبلها يأتي الترتيب العادي، وقبلها تأتي النظافة. بعض الناس ترتدي ملابس فتقول نظيفة، وبعض الآخر تقول مرتبة، لكن البعض يرتدي أشياء فتقول هذه أناقة. الأناقة لا تتعلق فقط بالملابس، إنها أيضا تتعلق بالألفاظ، اختيار اللفظ الأجمل والتعبير الأنسب والإطراء والثناء هو أعلى درجات الأناقة في اللباقة، فلا تبخل على نفسك. والمعذرة، المعذرة من أخلاق هذا الزمان. نعم، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو كذبه. لماذا؟ سنعرف. أذكركم بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابي كعب، وكلنا نعلم الذين تخلفوا عن الخروج في غزوة تبوك هم كثر، ولكن المنافقين منهم كذبوا واعتذروا. 3 من الصحابة رفضوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا بذنبه، فأرجأهم الله سبحانه وتعالى إلى أن تاب عليهم. المهم، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة وقطع القفار والصحراء مسافات طويلة، جلسوا ليرتاحوا، تذكر كعب فسأل الصحابة ما بال كعب أو أين كعب. وانظر لحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، معه آلافا من الناس، ومعه الصديق وأمثال الصديق، لكنه لم ينسى كعب. فقال رجل: يا رسول الله، شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني مشغول بنفسه. وهذه يعني كلمة فيها إساءة لهذا الصحابي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ويسر لنا في حياتنا مثله يدب عنا إن أخطأنا. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله ما عرفنا عليه إلا خيرا. معاذ يبرر للرسول صلى الله عليه وسلم سبب غياب كعب، وكأنه يقول: يا رسول الله، يعني أنا لا أعلم لماذا تخلف عنا، علما بأن لا نعرف عنه إلا كل خير. أحيانا الناس في مثل هذه المجالس تهمز وتلمز بقصد وبغير قصد، لكن من حفظ غيبة أخيه ستر الله عورته. إذن وكأن معاذ يقول: لعل له عذر ونحن لا نعلمه. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عاد للمدينة، وبعدها جاء كعب واعتذر، إلى نهاية القصة الجميلة. من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. أنت تعرف هذا الصديق، أنت تعرف هذا الجار، أنت تعرف هذا الأخ، إن كنت تعرفه فلا تضيعه، لا تغتله بسبب مقولة جاءت عنه. الإعذار من صفات الكرام، وإن الكرام
يتلمسون الأعذار، واللئام يتتبعون السقطات. فلا تتتبع سقطة أخيك واعذرهم وقل ولعل له عذر، وإن من شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تعذره قل يا نفس لعل له عذر آخر لا أعرفه. نحن لا نقول 70، نحن نقول 10 20، المهم أن نعذر، لا أن نبادر مباشرة لسوء الظن. وللأسف في كثير من الأحيان أصبحت مشاعرنا الآن على حالات الواتس أو على الفيس أو على مباشرة، نعبر عن الانفعالات وعن المشاعر دون تروي، فنقتل تلك المروءة بين الناس. إذن مطلوب منك أن تعذر قدر استطاعتك. ثم من الأشياء الرائعة في هذا الزمان الهدية، كل ما مضى قد يكون هدية، الصبر على الخطأ هدية، الإعذار هدية، التقبل هدية، اللباقة هدية، كله هدايا. لكن هناك الهدية المادية، في الإنسان جزء مادي، هذا الجزء المادي يحتاج مادة، نعم وإن كانت قليلة. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى جعل من مصارف الزكاة مصرفا للمؤلفة قلوبهم، نعم من باب الهدية، من باب تأليف القلب، نعم. وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الهدية قد تكون 20 قروش، قد تكون 20 دنانير أنت ومقدرتك، لكنها في النهاية تؤثر في الإنسان تأثيرا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني الغيظ الحقد الغضب تذهبه. فالهدية قد لا تكلف كثيرا، لأننا نعلم أن الهدية برمزيتها الأصل، ونحن أثقلنا كواهل بعض ونسينا هذه السنة، لأننا بتنا ننظر للهدية على أنها مكسب مادي، لا ننظر لها على أنها وسيلة لتقريب ما في القلوب أبدا. نحن ننظر لها على أنها شيء يجب أن يكون كبير الحجم غالي الثمن وما إلى ذلك، ولذلك بتنا أحيانا نحجم عن الزيارة، أحيانا نحجم عن التواصل، لأننا لا نملك ما نشتري به هدية، وبالمقابل نحن نتغزل بأهل الغرب والشرق، كم تكون هداياهم رمزية. حدثني أحدهم من ذهب إلى اليابان، قال بعد رحلة استمرت أشهر أهداني زميلي في العمل أو في الدورة قاطع كتاب كرتوني لا تتجاوز قيمته $1، وآخر أهداني شاي لا يتجاوز 20 جرام، واعتبروها هدية وأنا لازلت أحتفظ بها. في الغرب عندما يهدون بعضهم كتابا أو قلما أو وردة نتغزل بهم وبأفعالهم، أما أن نبادر نحن لذلك فهنا مشكلة. لذلك علينا أن نتهادى بغض النظر عن قيمة الهدية، وأن نبتكر لها سببا، إن لم يكن لها سببا نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. تهادوا تحابوا.